نشرة إخبارية جديدة، فأهلا بكم. والبداية بالعناوين. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على تعزيز التنمية وحفظ الأمن في مناطق وادي وصحراء حضرموت. مجلس القيادة الرئاسي يجدد التزامه باستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه. وكاميرا الغد المشرق ترصد معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك في المكلا. تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقعها بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن عناصر من الميليشيات الحوثية غرب مدينة تعز حاولت التقدم باتجاه منطقة الضباب، غير أن القوات الحكومية تمكنت من استهداف تلك العناصر الحوثية أجبرتها التراجع والفرار. يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف القوات الحكومية معسكرا تابعا لميليشيات الحوثي بشارع الخمسين. ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، ناقش التحديات والمخاطر التي تواجه حضرموت والدور الذي يمكن أن يؤديه المجلس الانتقالي في هذا الصدد. في أول لقاء رسمي لعضو هيئة الرئاسة والمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي علي الكثيري مع قيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت عامر العامري، تم التأكيد على الدور المشترك الذي يمكن أن يؤديه المجلس الانتقالي في تعزيز التنمية وحفظ الأمن والاستقرار في مناطق الوادي والصحراء. هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل هذه الظروف التي يشهد فيها الوادي الكثير من التجاذبات وأيضا المخاض العسير الذي نعتقد أنه سيسبق عملية خلاصه واسترداده لأهله. وهذا الأمر مثل ما قلنا وأكدنا في السابق نؤكده اليوم أننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نمد أيدينا لكل أبناء حضرموت. في اللقاء أكد الكثيري دعم المجلس الانتقالي لجهود السلطة المحلية بالوادي والصحراء والتعاون في العمل لمصلحة حضرموت. وفي لقاء آخر التقى الكثيري بأعضاء الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي بالوادي والصحراء، موضحا لهم مساعي القيادة في تأمين الوادي وترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى. تم مناقشة هذه القضايا في اجتماع مع الأخ الوكيل واليوم في الهيئة التنفيذية من تمكين أبناء الوادي من إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية وأيضا بسط النخبة الحضرمية على كل التراب الحضرمي من البحر إلى الصحراء. اليوم هذا ناقشنا مع الأستاذ الحضرمي الكثيري أمور عامة خاصة بالجنوب بشكل عام وأيضا الإجراءات الذي اتخذها الرئيس عدروس قاسم الزبيدي فيما يتعلق بحل المعضلات الموجودة جانب اقتصادي جانب خدمات جانب عام. الموضوع الثاني فيما يتعلق بوادي حضرموت واتفاقية الرياض. الكثيري أشاد بشباب الغضب ونضالهم السلمي في الميادين، نضال قال أنه كان سببا في البدء باتخاذ خطوات لتغيير الوضع الأمني وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أهمية دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وجدد العليمي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه والعمل على تذليل كافة الصعوبات للقيام بمهامه الدستورية على أكمل وجه.
تحدث الكاتب والباحث الأمريكي مايكل نايتس في مقابلة تلفزيونية عن تجربته مع قوات التحالف العربي في معركة تحرير عدن من الميليشيات الحوثية في عام 2015، وعن الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات التحالف لمساندة الشعب اليمني. 25 يوما إلى عدن، كتاب يوثق القصة المجهولة لقوات النخبة العربية ودورها الحاسم في عملية إنقاذ عدن من براثن الميليشيات الحوثية. ويروي الكاتب والباحث الأمريكي الدكتور مايكل نايتس في كتابه الذي استغرق العمل عليه 5 سنوات، يروي قصصا عن تحرير مدينة عدن ومنع سقوطها في قبضة الميليشيات على أيدي القوات السعودية والإماراتية واليمنية. وقال نايتس في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إنه كان في عدن قبل ما يسمى بالربيع العربي وأنه أحب المدينة، وعبر عن امتنانه لمرافقة القوات العسكرية في الميدان، الأمر الذي جعله يفهم طبيعة النزاع وفق تعبيره. كما أشاد بالدور البطولي لقوات التحالف وتصديها لزحف الدبابات الحوثية أثناء محاولة اجتياح الانقلابيين لمدينة عدن. كان هناك الأيام الأولى للمعارك والحوثيون بدأوا يحققون انفجارات عبر استخدام الدبابات، ولم يكن للعدو الكثير من الدبابات. وعندما وصل الجنود الأوائل من الإمارات إلى عدن، قال اليمنيون: كيف يمكن وقف هذه الدبابات الحوثية؟ يجب المغادرة. ولكن الإماراتيين صمدوا وقالوا: لا تقلقوا، سنتعامل مع الأمر. وكان هناك توليفة من القوات الخاصة الإماراتية ميدانيا مع طائرات سعودية وطائرات إماراتية في الجو، وبهذا التضافر كانوا قد دمروا أكثر من 20 دبابة في بضع ساعات. أما عن الدروس التي استخلصها من المعركة، قال الكاتب الأمريكي إنه عندما تريد القوات العربية أن تقف مع حلفائها، وفي هذه الحالة اليمن، يمكنهم فعل ذلك وحتى بدون الولايات المتحدة، وأن الدول الخليجية أقامت تحالفا لضمان ألا تسيطر إيران ولا ميليشياتها الحوثية على اليمن. وفي المقابلة تحدث الباحث الأمريكي عن الجوانب الإنسانية التي أظهرتها قوات التحالف العربي مع المواطنين في عدن، وعن الأشياء الإنسانية الجميلة التي لمسها في الجنود الإماراتيين والسعوديين وقربهم من السكان اليمنيين. تشهد أسواق الأسماك في مدينة المكلا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، خاصة أسعار الثمن، الأمر الذي تسبب في معاناة المواطنين وحرمانهم من خيرات بلادهم. إنه واحد من المشاهد التي تبين حجم الثروة السمكية في حضرموت. هنا في السوق المركزي للأسماك بمدينة المكلا، على الرغم من كثرتها واختلاف أنواعها، إلا أنها ليست في متناول الجميع. معظم الأسر القريبة من هذا السوق لا يستطيعون شراء الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها، ارتفاع وصفه مواطنون بالجنوني وغير المعقول. أصبحت الأسعار يعني فوق الخيال، يعني الكيلو تمد 10,000 ريال، وني يوفر المواطن وراته ما يقارب إلى 60 إلى 70 ألف ريال، يعني في اختلاف كبير. وهذا ندعو الأساسة والقادة واللي لهم كلمة ورجال الاختصاص أن ينظروا للمواطن، يعني أن يوفروا يعني شيء للمواطن يقدر حتى يعيد، حتى يستطيع أن يوفر الخسارة لأهله ولأهل بيته. غالي هي، أنا مثل ما تك مالية الحوتة ب9,000، غالي الأسعار، غالية والله، جنون قاتل والله، كلها رافع الأسعار. تمشي في السوق بس وتخرج ما تقدر تشيل شيء صغير من الأسعار. أسباب كثيرة تقف وراء ارتفاع أسعار الأسماك، فغلاء أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية أجبرت الصيادين على رفع سعر السمك، إضافة لتصدير الأسماك إلى الخارج. المكلة الآن تغيرت وأصبحت الأسعار فيها على مزاياهم، كل واحد بمزاياه، والسيد كان هذا كل البوغة ويدوب مسجل يعطيك تيع السيارة يعطيك من زنبيل بلاش عيد، الآن أصبحنا في فقر مدقع والله. أصبح الله يعين الشعب على هذا الحال. السيادة ما يقدر يروح البحر ولا يقدر يروح يبحر ولا يقدر ولا يقدر. ليش؟ الدبة الحين قد ب20 22، يعني بغت لها صليطها وبغت لها عالمها وبغت لها من يجيبها ومن وصلها له، بتطلع على الاقل حاجه 25 30،
لا راح يومين البحر هذا بيغلق لك الحايش مليون مليون 500، هذا مليون 500 خليه كله ويالس عياله افضل له. اليوم ياب بكره ما ياب. ونياب اليوم ما بيغطي المشتقات اللي يصرفها هذه. لو في دعم من الحكومه بيكون حتى بيكون او كان في دعم على الوضع هذا يعني في الاسعار في المشتقات النفطيه للصياد بيروح البحر الصياد. الصياد ما يقدر يروح البحر، على الوضع هذا حاليا ما يقدر يروح البحر حقيقي والله. لانه غالي. المواطنون هنا يطالبون بتدخل عاجل من السلطات المحلية بالمحافظة والحكومة أيضا لوضع حد لهذا الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك، دعم الصيادين ومراقبة الأسعار. أحسن بالبحيط، قناة الغد المشرق، من داخل السوق المركزي للأسماك المكلا. النشرة متواصلة وفيها بعد فصل قصير. محافظة سقطرى تحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة. أهلا بكم من جديد. نظمت محافظة سقطرى حفلا خطابيا وتعريفيا بأهمية الأراضي الرطبة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة والذي يصادف 2 نوفمبر من كل عام. برعاية محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي والهيئة العامة لحماية البيئة وبدعم من IUCN وبتعاون مع جمعية سقطرى لحماية النباتات المهددة بالانقراض ومؤسسة سقطرى للتنمية والعديد من الشركاء المحليين، نظم حفل خطابي وتعريفي بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة وذلك في قاعة المجمع الكويتي بالعاصمة حديبة. تعتبر سقطرى تمثل محمية جطوح اليمن في الأراضي الرطبة، وتم هذه الاتفاق وتم إعلانها في 2007 من ضمن الأراضي الرطبة إلى حد إلى 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 الوقت الحالي. فنشكر السلطة المحلية ونشكر الحاضرين جميعا على هذه الفعالية وعلى حضورهم. هذا الحفل يتزامن بعد تجهيز من قبل الهيئة والمعنيين في هذه المناسبة. طبعا احنا اليوم نقوم اليوم برعاية الأخ محافظ سقطرى المهندس رافت علي إبراهيم أقيمة هذه المناسبة وبيحضر الأخ وكيل المحافظة والقيادات المحلية والأمنية. طبعا نتمنى أن تكون هناك مناسبات عديدة. هذه الاحتفال اليوم شارك بها من جامعة أرخبيل سقطرى، أيضا من مجمع الكويت الثانوي، أيضا المرشدين السياحيين، أيضا المدراء العموم في محافظة أرخبيل سقطرى. اليوم شاركنا في الأراضي الرطبة وذلك تم التنسيق مسبقا ما بين الهيئة العامة للبيئة ومدرسة عطايا واللي هي الممثلة بمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، وتم هذا التنسيق من خلاله على الطلاب في الشعاب مسابقة الرسم، وتمت المسابقة هذه أكثر من 20 طالب، وتم الاختيار إلى 3 رسمات اللي هي 3 طلاب الذي فازوا فيها ونجحوا في هذه المسابقة. الحفل تضمن العديد من الكلمات للسلطات المحلية والهيئة العامة لحماية البيئة ومحاضرات تعريفية وتكريم للطلاب الفائزين في مسابقة الرسم والمعلمات. ويأتي احتفال أرخبيل سقطرى بهذه المناسبة نظرا لأهميتها وتصنيف خورد طوح في قائمة الرمسار في عام 2007 ليكون الممثل الوحيد لليمن في التصنيف العالمي للمنظمة. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على تعزيز التنمية وحفظ الأمن في مناطق وادي وصحراء حضرموت. مجلس القيادة الرئاسي يجدد التزامه باستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه. وكاميرا الغد المشرق ترصد معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك في المكلا. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من أخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.